كما يساعد دفاع الجمعية. مدان لونيسي فيهش مساعدة كذلك. شوف لونيسي بعد التمريرة من مدان يوجد نفسه وحده على الجهة اليمنى. كان من أفضل الاستعانة بمزياني أو جزار أو لاعب آخر. خلفه رفع رجله يافا من طرف احد اللاعبين الجمعيه لاعب فرقاني، وبهذا مزياني حصل على مخالفه على يسار الحارس عماره. اكيد المخالفه من مزياني اختصاصي. تنفذ اتجاه بن عمر رائعه من مزياني ورائعه من بن عمر. هدف لصالح الحراش بعد التمريره هذه من مزياني. القذفه القويه من بن عمر. تشبيله من تذكيه من مزياني. شوف الجمهور غفير والاعاده. شوف تذكيه من مزياني وقويه من بن عمر. 35 دقيقه الان. هدف لسيف لفريق الحراش اللي بعد ما انخفض من مستواه في الشوط الثاني هذا. شوف كيف يستغل هذه الفرصه. شوف للمره الثانيه. شكرا لزميلنا المخرج خالد البشير على هذه اللقطه. وشوف الاعاده من جهه اخر بكل روعه تسجيل الهدف والتشجيعات من طرف الجمهور. غفير حاضر هنا بملعب اول نوفمبر.